يعني ليش الفرنسيين رفضوا استلام الدواعش مالتهم؟ لا مو قضية حياة، هم مو قضية رفضوا. الجهات الأمنية العراقية استدرجت وتسلمت هؤلاء ضمن خطة أمنية. هؤلاء ارتكبوا جرائم داخل الوضع العراقي، داخل الأراضي العراقية، ارتكبوا جرائم بحق العراقيين، بحق المنشآت العراقية، ويحاسبون عليهم وفق القانون العراقي. ما اعترضوا الفرنسيين؟ نعم، ما اعترضوا الفرنسيين ولا طالبوا بهم ولا لم يطالبوا بهم. لكن هناك الآن سجال ونقاش، وتم التطرق إلى ذلك في الاجتماع التشاوري. السيد رئيس الوزراء قدم عرضا مسهبا حول هذا الموضوع، أن هناك العديد من حملة الجنسيات الأجنبية من الدواعش أين يذهبون؟ قسم من دولهم لا تريدهم، هل يطلق سراحهم؟ ماذا نفعل بهم؟ نحن معنيين بهذا الأمر، كيف يتم التعاطي مع هذا الملف؟ ملف فيه التزامات وفيه تبعات. هناك طرح عراقي غير مكتمل. الأخ رئيس الوزراء قدم عرضا للاجتماع التشاوري ونحن في طور مناقشته، لكن هذه ستكون مسألة مهمة ستجابهنا قريباً.